أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلي الذي خلق فسوي والذي قدر فهدي والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوي. سنقرئك فلا تنسي إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفي، ونيسرك لليسر فذكر إن نفعت الذكر. سيذكر من يخشي ويتجنبها الأشقي الذي يصلى النار الكبري ثم لا يموت فيها ولا يحيي. قد أفلح من تزكي وذكر اسم ربه فصلي. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقي. إن هذا لفي الصحف الأولي صحف إبراهيم وموسى. صدق الله العظيم.